اخر سايكل هنتكلم عنها هي الكومباين سايكل، والكومباين سايكل انا بكومباين الجاس سايكل مع الستيم سايكل، فانا في الاخر هيبقى عندي اتنين سيمبل سايكل عاديه، هاخد الهواء اتموسفيرك هدخله على الكومبريسر في الجاس سايكل، وبعدين اعمله هيت اديشن في الكومباشن شامبر عشان اوصل الماكسيمم تمبريتشر، ادخله على الجاس توربين يشغل لي الجنريتر، وبعدين الاكزوست جاز او الاير اللي خارج كان بيبقى سخن شويه، فكنت بدخله على هيت اكشنجر وبعمل بيه هيت جنريشن. اللي هنعمله هنا ان انا بدل ما هعمل ريجنريشن، لا انا هاخد الاكزوست جاز اللي خارج ده وادخله على هيت اكشنجر، والهيت اكشنجر ده هيريبليس البويلر في الستيم سايكل، فانا هيبقى عندي ستيم بالستيم سايكل برضو، الميه طالعه من الكوندنسر ساتوريتد ليكويد هعمل لها بامبنج لحد البريشر بتاع الهيت اكشنجر، وبدل ما كنت بدخل الميه دي على بويلر عشان احولها لستيم، لا انا هدخلها على هيت اكشنجر، وانا هستفيد بالهيت اللي خارج من الجاز سايكل ان هو يحول لي المايه من ليكويد لسوبر هيتد فيبر او ستيم، وبعدين الستيم ده ادخله على التوربين هنا واشغل الجنريتور التاني، واللي خارج بعمله كوندنسيشن واعيد السايكل تاني. فانا في الاخر عندي اتنين سيمبل سايكل، عندي سيمبل ستيم سايكل وعندي سيمبل جاس سايكل، واللينك ما بين الاتنين هو ان الهيت ريجكشن في الستيم في الجاس سايكل هي الهيت اديشن في الستيم. فانا في الاخر بقى عندي سايكل بكسب اتنين ورك نت، بكسب الورك نت بتاع الجاس سايكل وبكسب الورك نت بتاع الستيم سايكل، بس في الاخر انا بدفع الكيو ان بتاع الجاس سايكل بس، لان الستيم سايكل انا ما دفعتش فيها حاجه، انا استفدت بالهيت اللي خارج من الجاز ان انا احول بيها الليكويد اللي عندي من مايه ليكويد لسوبر هيتد فيبر. المساله رقم 10 هي كومباين سايكل، الجيفنز اللي عندي للجاس سايكل مديني المينيمم تمبريتشر ل 85، الماكسيمم تمبريتشر T7، مديني البريشر ريشيو، وقايل لي التمبريتشر بتاعت الاكزوست جاز اللي خارجه من الهيت اكشنجر ده اللي هي 0.9 ب 420 كلفن. الستيم سايكل مديني المينيمم بريشر في كوندنسر، ماكسيمم بريشر البريشر بتاع البويلر، مديني التمبريتشر بتاعت السوبر هيتنج او ديجري اوف سوبر هيتنج. كل اللي هو عايزه من السايكل دي هو عايز الثيرمال افشنسي بتاعت السايكل دي. تعالوا قبل ما نجيب الثيرمال افشنسي بتاعت السايكل هناخد كل سايكل لوحدها، نجيب الكيو والورك وبعدين نشوف هنحسب التوتال افشنسي بتاعت السايكل دي ازاي. هنبتدي اول حاجه بالجاس سايكل، انا عندي تي مينيمم تي ماكسيمم، عندي بريشر ريشيو، كل اللي هعمله هقول تي 6 اس على تي 5 هيساوي بي 6 على بي 5 جاما ماينس 1 على جاما، عندي تي 5 وعندي بريشر ريشيو، هطلع من هنا تي 6 اس اللي هي تي 6 بما ان الافشنسي بتاعه الكمبريسر مش جيفن، فانا باسيوم ان هي ب 100%، وهعمل نفس الكلام في التوربينه هقول تي 7 على تي 8 اس هيساوي بي 7 على بي 8 جاما ماينس 1 على جاما، عندي تي 7 وعندي بريشر ريشيو، هطلع من هنا تي 8 اس اللي هي هتساوي تي 8 اسيومنج ان الافشنسي الايزنتروبيك افشنسي ب 100%. طيب جبت الاربعه تمبريتشرز بتوع سايكل الجاز، قول بقى ان الكيو ان هيساوي الام دوت بتاعت الاير اللي هي كانت جيفن 14 كيلو جرام بير سكند في سي بي في دلتا دي، انا عملت هيتنج من 0.6 0.7 يبقى تي 7 ماينس تي 6، الورك كومبريسر بتاع الجاز هو الام دوت اير في سي بي من 5 ل 6 فيبقى تي 6 ماينس تي 5، والورك توربين ام دوت سي بي في دلتا تي من 7 ل 8، وجبت الورك نت بتاع الجاز سايكل هو الورك توربين ماينس الورك بتاع الكمبريسر. كده انا جبت كل الحاجات بالنسبه للجاس سايكل، هعمل نفس الكلام بالنسبه للستيم سايكل واطلع الكيوهات والورك، وهنجيب الاتشات بتاعت الستيم سايكل من الاتش اس تشارت زي ما اتفقنا، وقلنا دايما بنبتدي بوينت اللي داخله للتوربينه عشان انا عارف البريشر بتاعها وعارف التمبريتشر بتاعتها، فالانترسكشن تبقى دي 0.3 هجيب الاتش بتاعتها، وبعدين انزل كونستنت اس لحد البريشر بتاع الكوندنسر وقول دي 0.4s واجيب ال h بتاعتها تبقى دي h4s اللي هي يا h4 assuming ان الافشنسي بتاعت السايكل اللي عندي 100%. قلنا الشورت بجيب منها البوينتس بتاعت الناحيه السوبريتد بس، الناحيه الكومبريسد مش موجوده في الشورت، فقلنا h1 بحسبها هو 4.2 او 4.18 اللي هو السي بتاعت الووتر في الساتوريشن تمبريتشر بتاعت الكوندنسر بريشر، فاحنا قلنا هفضل ماشي على خط البريشر بتاع الكوندنسر لحد ما اوصل للساتوريشن لاين وشوف التمبريتشر دي بكام، فطلع هنا ب 60 فجبت H1، وبعدين قلنا H2S اللي هي H2 هيساوي ال H1 بلس
ال work بتاع ال pump وال work بتاع ال pump قلنا هحسبه ال specific volume بتاع المية بفرق ال pressure. انا ال pump عندي بيطلعني من ال pressure بتاع ال condenser لحد ال pressure بتاع ال boiler، فهيبقى من 10,000 كيلو باسكال لحد 15 كيلو باسكال، وقلنا لازم ال pressure هنا بالكيلو باسكال. جبت الاربع اتشات خلاص. قبل بقى ما احسب ال QH وال QL عشان اجيب منهم ال work net، لازم الاول اجيب ال m dot بتاع ال steam. وانا عشان اجيب ال m dot بتاع ال steam هعمل energy balance لل heat exchanger اللي عندي. انا ال heat exchanger داخلي من هنا الجاز، من الجاز cycle ال air داخلي عن T8 وخارج عن 0.9 عشان يبخر ال steam. ال heat اللي خارجة منه هتسخني ال steam، هو تسخني المايه بتاعت 0.2 وتحولها لي separated vapor عند 0.3. فانا هقول m dot في delta h هيساوي m dot في delta h، فالm dot air في delta h اللي عندي هنا هتساوي الام دوت ستيم في دلتا اتش اللي عندي هنا. بس بما اني هنا شغال بإير، فانا الدلتا اتش هفكها هتبقى سي بي في دلتا دي. فانا تي 8 اوريدي عندي، وتي 9 الراجل كان مدياني ب 420 كلفن، وانا عندي السي بي والام دوت بتاع الاير واتش 3 واتش 2 انا حسبتهم، فهطلع من هنا ام دوت بتاعت الستيم. وبعدين اقول بقى ان الكيو دوت هاي هي الام دوت في دلتا اتش بتاعتها، الكيو ال الام دوت دلتا اتش بتاعتها، الورك نت بتاع الستيم سايكل هو كيو اتش ماينس كيو ال. جبت الورك نت. عشان اجيب التوتال ورك نت بتاع السايكل كلها انا هكسب من الجاز توربين وهكسب من الستيم توربين، يبقى الورك نت التوتال هو الورك نت بتاع الجاز بلس الورك نت بتاع الستيم. وما دام هجمع الورك نت ده على الورك نت ده، يبقى انا غصب عني لازم اشتغل بالماس فلو ريت بتاع كل واحد فيهم، ما ينفعش اشيله مع بعض لان الماس فلو ريت بتاع الجاز غير الماس فلو ريت بتاع الستيم. جبت الكيو نت توتال في الاخر. الثيرمال افشنسي هتساوي الجين على الجيفن. الجين بالنسبه لي انا بستفيد بالاثنين ورك نت، انا بستفيد بالورك نت بتاع الجاز وبستفيد بالورك نت بتاع الستيم، بس في الاخر اللي انا دفعته الجيفن بالنسبه لي هو حاجه واحده بس، انا دفعت الكيو ان اللي في الجاز بس. في الستيم انا ما دفعتش حاجه، انا استعملت الاكزوست جاز اللي هو طالع سخن اصلا، او الاكزوست اير اللي خارج من الجاز توربين هو اللي بخر لي المايه، فانا ما دفعتش كيو ان في الستيم سايكل. فانا بقى بالنسبه لي الجين هو الورك نت بتاع الاثنين سايكل، لكن الجيفن هو الكيو ان بتاع الجاز سايكل بس، وهحسب منها الثيرمال افشنسي.